فما بالك بالفنانين. الفنان خالد بدوي، خالد النبوي كان ضيف الاستاذ عمرو اديب وحب يناوشوا كده نشوف خالد النبوي واهلاويته. راضي انت عن الاهلي السنه دي؟ شكلك سعيد. انا اهلاوي. فايلر وموبايلر اهلاوي. وكهربا اللي جالكوا؟ يا سيدي انا اهلاوي، اللي يخش تحت مظله الاهلي بيمشي بقوانين الاهلي، باحترام الاهلي، بمبادئ الاهلي، والاهلي مش عارف. حاسس انك بتنبط او حاجه. لا والله العظيم. لا شكلك بتنبط. لا والله. لا يعني ايه مظله الاهلي وعلم الاهلي وفانيله الاهلي ومش عارف ايه ويطير وبساط الرياضه والاعيب؟ فجاه كده حسيت انك بتنبط على النادي. لا خالص، بس احب اغيظك شويه. ما هو احنا برضو شويه حاجات شويه. الله جميل عمرو اديب ده. تومان باي اهلاوي.